كده خلينا نروح نشوف بقى فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد ونرجع برضو نكمل. طبعا الإدارة التنفيذية والمجلس الإدارة كان مهتم جدا جدا بالسنة دي وكل سنة طبعا، وبمناسبة رأس السنة، وابتدينا دلوقتي في 3 إيفنتات اتعملوا. أول واحد كان امبارح، كان تبع لجنة الشباب بتاعت اللجان، وجات وكان في فرقة موجودة وفاير كان موجود برضو، ضربت وكان منظرها حلو جدا، والسادة الأعضاء اتبسطوا بيهم جدا، وده كان اهتمام طبعا من النادي واهتمام من إدارة النادي اللي هي تقدر نفسة الأعضاء. احنا بنحقق اللي احنا اتفقنا عليه وبنحقق الوعد اللي احنا قطعناه على أنفسنا، وطبعا بمساعدة مجلس إدارة النادي الأهلي تنفيذ الوعد للجماهير لأعضاء النادي. إيدام النهارده بتفتتح الفرع بتاعها في أهلي الشيخ زايد، فرع الشيخ زايد، وإن شاء الله خلال 15 يوم فرع مدينة نصر، 15 يوم اللي بعديهم فرع الجزيرة. الفكرة كلها في تتابع الافتتاحات عشان أعضاء النادي الأهلي بسم الله ما شاء الله كتير جدا، عشان بنسميها الأونبوردنج، إن احنا ندخل الأعضاء على الشبكة يتم بشكل سلس وبشكل ما يعملش أي إزعاج لا للأعضاء ولا لإدارة النادي. الحمد لله إن الأعضاء مبسوطين جدا، هو ده كان هدف كابتن الخطيب، إن يبقى في حاجة بتتقدم فعلا للأعضاء، ما تبقاش الموضوع إن هو مجرد رعاية أو دعاية وخلاص، لا، يبقى في خدمات فعلية للأعضاء علشان خاطر هو بيهتم بالأعضاء، وبعد كده كمان هيخرج ده للجماهير إن شاء الله. فالاعضاء مبسوطين جدا، وفي اقبال الحمد لله كويس قوي النهارده على الخدمات المجانيه اللي بتتقدم، وكل الناس الحمد لله مبسوطين. احنا الايفنت حلو جدا، احنا اتبسطنا قوي قوي فيه يعني، والولاد اتبسطوا، مبسوطين جدا طبعا في النادي الاهلي يعني. الايفنت جميل جدا والجو جميل والاطفال مبسوطين جدا، ودي مش اول مره يعني، احنا في كل ايفنت او كل حدث بيحصل دايما النادي بيعمل حاجات زي كده وبيبسط الاطفال، والدنيا جميلة جدا والله يعني، الأطفال مبسوطين جدا. يوم صراحة حلو، حفلة حلوة، وجو جميل، وبيغير عن الأطفال، الأطفال بيجوا بيغيروا جو، لا كله حلو تمام الحمد لله. إيفنت كويس جدا، والفرع بصراحة الفترة الأخيرة ابتدى يعمل إيفنتات كلها يعني فيها انترتينمنت وفيها انجيجمنت للأعضاء، ودي حاجة كويسة جدا. والحقيقة لا، النهاردة اليوم جميل جدا وفي كذا فقرة، فدي حاجة ظريفة للأطفال إن هم يقدروا إن هم يشوفوا كذا حاجة مختلفة يعني. بصراحة مش وحش، واتبسطت وشايف اللي بعد شوية هيبقى مهرجان أحسن، والمكان بصراحة منظمينه كويس. قعدت مع أخويا ولعبنا مع بعض. حلوة حلوة قوي، هم اتبسطوا جدا، والبيبي شارك وكل الأغاني اللي هو كمان اللي بتاعت النيرسري اللي هم عارفينها، فلا الأغاني كانت لطيفة، وكمان كان في أنيميشن شو حلوة قوي، وإحنا لسه في النص، لسه إيفنت قعد لحد الساعة 7:30، ف مور تو جو ان شاء الله، ونبسط كلنا. ميرسي وميرسي الاهلي. رقصنا ولعبنا، وكمان شفنا بابا نويل وشفنا ايس مان. رقصنا شويه وشفنا بابا نويل وشفنا ايس مان. كان يوم حلو، قعدت لعبنا ورقصنا. طيب دي كانت أجواء الاحتفالات طبعا في فروع النادي المختلفة، زي ما حضراتكم شفتوا الناس مبسوطة، الناس بتحتفل كعيلة واحدة، الناس كلها موجودة، وكمان الحلو ان انت مش بتحتفل لسن معين، يعني الاحتفالات من اكبر سن لاصغر سن، ممكن ان هم لما يروحوا النادي كانوا انه ينبسطوا او يلاقوا حاجة يعملوها. وفي طبعا غير الفقرات اللي كنت بقول لحضراتكم بتقدم والاكتيفيتيز اللي بتتعمل للأعمار كلها.